أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا أنكرت على من يستغيث بغير الله إذا أنكرت على من يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يحتجون بأن هذا الميت استجاب لهم، كيف يرد عليهم؟ مش يدريهم أن الميت استجاب لهم، قد الله استجاب لهم للاستدراج، قد يفعل الإنسان شيئا غير جائز ويحصل له مقصوده ابتلاء واستدراج من الله عز وجل، فالله هو الذي أغاثه استدراجا له وابتلاء له. أما الميت ما يقدر يغيث أحد أبدا. نعم.